أكد منتسبو المؤتمر الشعبي العام في الحديدة جاهزيتهم للمشاركة بفاعلية في الاحتفاء بذكرى التأسيس في مهرجان السبعين. تحضيراته للمشاركة في مهرجان الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، حيث عقد اليوم اجتماعا موسع برئاسة محافظ المحافظة رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر اللواء حسن الهيج والحاج عبد الجليل عبد الثابت رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، وحضور قيادات وكوادر المؤتمر بالمديريات والدوائر، وذلك لمناقشة التحضيرات للمشاركة في المهرجان. المحافظات تستعد استعدادا كبيرا على كافة المستويات، وكان لنا اليوم في قيادة المؤتمر بالمحافظة اجتماعا تنظيميا موسعا شاركت فيه كل القيادات التنفيذية والتنظيمية والمحلية على مستوى المحافظة وعلى مستوى فروع المديريات والدوائر. يتناول التجهيز والتحضير للمشاركة الفاعلة في المهرجان بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذكرى 35 في ميدان السبعين في صنعاء. المشاركة الفاعلة في المهرجان والعمل على تسهيل كل المعوقات أمام الراغبين للمشاركين، هذا ما أكدت عليه قيادات المؤتمر في اجتماعها اليوم، والتي توقعت أن يصل عدد المشاركين إلى الآلاف من مختلف المديريات، حبا ووفاء منهم لحزب المؤتمر وقائده الزعيم علي عبد الله صالح. ونعلن من هنا بأننا هذه الذكرى أيضا ستكون ضد العدوان، وسنعلنها من ميدان السبعين بأننا صامدون صامدون صامدون، وسنكون إن شاء الله حاضرين بكل ما لدينا من قوة، وسنهيئ لهذا اليوم كل القطاعات النسوية للمشاركة في هذا اليوم العظيم. إذا سيثبت أبناء محافظة الحديدة في 24 من شهر أغسطس الجاري في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بأنهم لا يزالون أوفياء لهذا الحزب الذي انتهج الوسطية والاعتدال منذ تأسيسه قبل 35 عاما، كما سيظلون أوفياء لوطنهم وصامدون في وجه العدوان. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة. في إطار